السلام عليكم، نشرة الأخبار نبدأها بالعناوين. عودة كل من ضلل أو غرر به إلى حضن الوطن. مع الوجهاء وشيوخ العشائر بحلب اجتماع تنسيقي لإطلاق عملية التسوية غدا في ناحية مسكنة. القوات المسلحة اليمنية تستهدف تجمعا لمرتزقة العدوان وداعش في شبوة. وفي الأزمة الأوكرانية مواقف أعضاء الناتو الأوروبيين متباينة ومحاولة الحفاظ على الدبلوماسية. التقت اللجنة المختصة بتسوية أوضاع المطلوبين وجهاء محافظة حلب وشيوخ العشائر تمهيدا للبدء بتنفيذ مكرمة الرئيس بشار الأسد لتسوية الأوضاع. وأكد محافظ حلب حسين دياب أن عمليات التسوية في المحافظة ستبدأ انطلاقا من ناحية مسكن اعتبارا من يوم غد. هذا وقدمت اللجنة المختصة شرحا عن تفاصيل عمليات التسوية. من جانبهم قدم عدد من شيوخ وجهاء العشائر مداخلات شملت افتتاح المزيد من المعابر الإنسانية في الريف الشرقي والشمالي وتقديم تسهيلات ليتمكن الأهالي من العودة إلى مزاولة أعمالهم. عودة أبناء الوطن لحضن الوطن، والمكرمة الكبيرة هي عودة العساكر اللي شكلوا فرار. أكيد أكيد هي مكرمة السيد الرئيس، وإن شاء الله إن شاء الله تتكلم بالنجاح بإذن واحد أحد. اجتمعنا اليوم لتنفيذ المكرمة الصادرة عن سيد رئيس الجمهورية الدكتور بشار حافظ الأسد بما يخص التسوية للفارين من الخدمتين الاحتياطية والإلزامية. إن شاء الله تكون تسويات للمنطقة كلها وتكون حلب بخير. نحن اليوم جينا ناخذ تعليمات من اللجنة الأمنية بمناسبة مكرمة السيد الرئيس الذي أكرم بها أبناء محافظة حلب من الفارين العسكريين والذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء. جئنا طبعا لحضور هذه المكرمة التي أمن علينا بها السيد الرئيس في العفو العام، وعودة كل من ضلل أو غرر به إلى حضن الوطن. مكرمة لأهل حلب إن شاء الله ستجد ثمارا جيدة جدا. توافد العشرات من أبناء بلدة زاكية بري في دمشق الجنوبي إلى مركز التسوية الذي فتحته الجهات المعنية في البلدة لتسوية أوضاعهم في إطار استكمال اتفاقات التسوية التي طرحتها الدولة. وكانت بدأت السبت عملية تسوية في منطقة الكسوة ومحيطها بريف دمشق الجنوبي، حيث انضم العشرات من أبناء بلدة زاكية لتسوية أوضاعهم والعودة إلى حياتهم الطبيعية، والعسكريون منهم إلى صفوف الجيش مع من تخلفوا عن أداء خدمة العلم. وتشمل عملية التسوية المطلوبين المدنيين والعسكريين الفارين من الخدمة والمتخلفين عنها. انطلاق حملة التسويات في محافظة ريف دمشق من الكسوة ثم زاكية باتجاه كامل المحافظة تزامن مع تمديدها لليوم الرابع والأخير في درعا نظرا للإقبال الكبير. التسويات الأمنية تمت في مركز التسويات في محافظة درعا في صالة قصر الحوريات، بدأت من يوم الخميس ب27/1 واستمرت حتى هذا اليوم الأحد. طبعا هي 4 أيام تم فيها تسوية وضع لتقريبا 1650 فرد. هذا العدد جدا مهم لجهة انخراط أكثر من 1600 شخص في عملية التنمية والبناء والتعافي في محافظة درعا. هؤلاء الأشخاص كان أغلبهم مدنيين، جزء منهم عسكريين وجزء منهم شرطة. طبعا هي التسويات حاليا ممن لا يقع عليهم حقوق للغير، فكل أمور ميسرة بالطبع في إطار ممارسة لأعمال المدنية بشكل كيفما يريدون. بالنسبة للعسكريين فبيتم التحاقهم خلال 15 يوم من تاريخ التسوية بقطاعاتهم العسكرية. وطبعا منحب دائما نشير لكل مراسيم العفو اللي صدرت منذ عام 2011 واللي بلغت
21 مرسوم كان آخرة في هذا الشهر ب 25/1. هذا المرسوم بيتعلق بجرائم الفرار الداخلي والخارجي. أول شيء شكر خاص لسيادة الرئيس، والتسوية فادت كثير ناس والحمد لله، وأنا واحد من الأشخاص عملت التسوية، ونشكر سيادة الرئيس كثير الشكر هالمبادرة اللي أعطانا إياها. والله تسوية مليحة والحمد لله رب العالمين، والله جاي من بلة علمة والحمد لله التسوية، يعني الواحد بيسوي وضعه وبيرجع لحضن الوطن الحمد لله رب العالمين. على خط الموازن، ذكر مراسل سماء في بلدة السبخة بريف الرقة المحرر أنه وسط إقبال متزايد بأعداد المنضمين واصلت الجهات المعنية عملية تسوية أوضاع العشرات. هذه المكرمة الجميلة والتي دعينا احنا لها هنا في هذا المكان في مركز المحافظة، جئنا إلى المركز، ومن بداية دخولنا إلى المركز وجدنا التعامل الجميل والحلو من القائمين على العمل في هذا المكان. مكرمة والله، وفرحان الصغير والكبير بهالمصالحة ما شاء الله عليها. أنصح أنه يوم ضالين برا، ليش ضالين برا؟ يجون على بيوتهم، يجون على وطنهم. اليوم أنا جيت مشان أسوي تسوية، وإن شاء الله كل واحد ننصحه أنه بده يجي يسوي تسوية، والشباب استقبلونا أحلى استقبال، وإن شاء الله ما أبو حد دقيقتين إن شاء الله تسويتنا خالصة، وإحنا تخلف عنا الجيش، وننصح البشر أنه ترجع تسوي تسوية. جيت أسوي تسوية من كرامة السيد الرئيس بشار حفظ الأسد، ننصح الشباب أن يجون يسوون تسوية، هنا المعاملة منيحة تمام. وفي مدينة دير الزور، ذكر عدد من المواطنين الذين سويت أوضاعهم أن التسوية فرصة ثمينة لكل من أخطأ خلال الفترة الماضية. هذا هو من المقرر أن تتواصل خلال الأيام القادمة عملية التسوية في دير الزور لإتاحة الفرصة أمام المدنيين المطلوبين والعسكريين الفارين والمتخلفين عن الخدمتين. تابع لجان التسوية عمليات تسوية المطلوبين والفارين والخدمتين للزامية والعسكرية، ولا تزال هناك توافد أهل من الجزيرة السورية لتسوية أوضاعهم وعودتهم إلى منازلهم وبيوتهم. فنلاحظ بهذه الفترة رغم الصعوبات ورغم العوائق الموجودة من قبل قوات قصد والأمريكان على أهلنا من الراغبين بالعودة إلى بيوتهم ومنازلهم، فرغم هالشيء هناك في استمرارية وفي ناس عم تعبر بطرق مختلفة. أنا عسكري فرار، والفضل لسيادة السيد الرئيس بشار حافظ الأسد أنه سوانا التسوية، أنه نرجع الحضن وطننا والحضن بلدنا. الإجراءات كويسة كلها تمام، ما بيعي شيء إلا أنا. إحنا جايين نعمل تسوية في محافظة دير الزور، ونشكر السيد الرئيس على هذه المكرمة، ونرجو 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 من الأخوة خارج البلد أو داخل البلد أن يأتوا إلى مكتب التسوية ويعملوا تسوية لنعمر بلدنا وأولادنا وأحفادنا. إحنا جايين من الجزيرة، نريد نجيب حلالنا وآلياتنا، وكل الإجراءات بسيطة وسهلة وما في شيء مضر. عندي تخلف من الجيش وجيت مشان أعمل تسوية، مشان أرجع أخدم بوطني وبلدي وأخدم هالأرض، ومثل ما تقول ونحمي هالبلد. شكرا سيد الرئيس على المكرمة اللي تقدمتها للشعب لأهالي دير الزور. عندي فرار من الجيش وأريد أرجع على خدمتي وعلى بلدي. تعرض رتلان تابعان لقوات الاحتلال الأمريكي إلى استهداف بهجومين منفصلين في محافظتي السمارة والناصرية جنوب العراق، فيما أعلنت خلية الإعلام الأمني مقتل 9 إرهابيين ممن نفذوا مجزرة بحق الجيش في منطقة حاوي العظيم في ديالة. وأوضحت الخلية أن مقتل الإرهابيين 9 جاء باستهدافهم ب3 غارات في حاوي العظيم. إلى ذلك، أعلن الحشد الشعبي إطلاق عملية أمنية في محافظة صلاح الدين وسط البلاد لملاحقة فلول التنظيم، وتضمنت العملية رصد تحركات الإرهابيين الذين يحاولون التسلل لاستهداف أمن العراقيين والوحدات الأمنية. أعلنت القوات المسلحة اليمنية أنها أطلقت صاروخا باليستيا استهدف تجمعا كبيرا لمرتزقة العدوان وإرهابيين في النقوب غرب شبوة، وأكد العميد يحيى سريع مصرع وإصابة أعداد كبيرة من المرتزقة وتدمير آليات.
وأمس السبت أعلنت الدفاعات الجوية اليمنية إسقاط طائرة تجسسية لتحالف العدوان نوع سكان إيجل في أجواء مديرية الجوبة جنوبية مأرب. يأتي هذا بعد ساعة من بث الإعلام الحربي اليمني مشاهد نوعية لتحرير معسكر طيبة الاسم وسلسلة تلال الربعة في الأجاشر الحدودية ومواقع وتلال العدة في جبهة الظهرة وسلسلة جبال الأمهور في مديرية خب والشعف الحدودية في محافظة الجوف. تتباين التصريحات الغربية بين الحلفاء في الناتو بخصوص الوضع المتوتر في أوكرانيا، وفي حين تحاول واشنطن إشعال فتيل الحرب تعمل روسيا جاهدة على توضيح الحقائق. وفي منتصف الطريق يبدو أن الرئيس الأوكراني بدأ يدعو الأمريكيين إلى وقف التحريض. إنها الحرب الباردة يعاد إحياؤها من جديد، والعنوان شيطنة روسيا لعلها تطلق الرصاصة الأولى. لن نطلقها، هكذا تقول موسكو، ولدينا الكثير من القوانين الدولية التي تدينكم. علاقات ودية مع الصين، حضور عمودي وعرضي في الملفات السياسية وفي صناعة الخرائط الكبرى، جملة الأسباب التي أثارت قلق الغرب وعلى رأسهم أمريكا. أما الغرب فاستعراض العضلات لديه متواصل، التلويح بالعقوبات، الردع العسكري، إرسال العتاد إلى كييف، رسائل تطلقها واشنطن كتلويح بإمكانية لجوئها إلى خيار الحرب. القارة العجوز غير مقتنعة بما تستفرد فيه واشنطن وتعتبر نفسها الخاسر الأكبر. فالأوروبيون رغم الانقسام بالمواقف حول الملف الأوكراني يعلمون مليا أن انقطاع الغاز الروسي عن مواطنيهم سيخلق كارثة بالطاقة، وهناك فرصة قوية لأن يصل سعر برميل النفط إلى 100 دولار إذا شنت الحرب كما يقول خبراء. وبالوقت الذي تستقبل فيه كييف التحشيدات وتقيم المناورات العسكرية على أرضها والأسلحة الكبيرة التي باتت تملكها والتي وصفها مسؤولون بأنها أكثر بكثير من عدد الأهداف المفترضة، وجه الرئيس الأوكراني كلاما للأمريكيين عنوانه كفاكم ترويعنا بأن الحرب قادمة، فالحرب لن تأتي، وإنما انتشر الذعر وتدنى الاقتصاد في بلادنا من وراء تصريحاتكم. أنا رئيس أوكرانيا وأتواجد هنا وأعلم تفاصيل ما يجري أفضل من أي رئيس آخر. بالمقابل هنالك تباين بالمواقف والتصريحات بين الحلفاء الغربيين أنفسهم، وكأن هنالك توزيعا للأدوار بين دول الحلف، فالجميع لا يريد أن يقطع جسر الدبلوماسية مع موسكو ويكتفون فقط بالتهويل الإعلامي والتصريحات النارية. إذا حدث غزو روسي فليس لدينا أي خطة لنشر قوات قتالية تابعة للحلف في أوكرانيا. أما مسألة الإجابة عن المطالب المحقة فتعتبرها الولايات المتحدة الأمريكية كقائمة مأكولات في مطعم يختارون فيها فقط ما يشتهون، أو لنقل ما يعجبهم. قال مصدر في وزارة الدفاع الروسية أن روسيا تواصل في إطار التحقق من جاهزية قوات الرد السريع لدولة الاتحاد نقل المعدات والأسلحة وإعادة نشر القوات في بيلاروس. لا يبدو أن روسيا ستغض الطرف عن ما يفعله الغرب، ولا يبدو كذلك أن الغرب سيكف أداه ما دامت واشنطن تلعب مع موسكو لعبة القط والفأر، إذ لا تكف عن الترغيب والترهيب. ومع من؟ مع فلاديمير بوتين. روسيا البيضاء أو بيلاروسيا دولة في أوروبا الشرقية، تحدها روسيا من الشرق وأوكرانيا من الجنوب وبولندا من الغرب وليتوانيا ولاتفيا من الشمال، والآن تجد نفسها في عين العاصمة. ما تقوم به روسيا أو بيلاروسيا اليوم هو عبارة عن محاولة تقوية الدفاعات الجوية والتدريب على الدفاعات الجوية في حال وأن هناك معلومات تشير إلى إمكانية أن يكون هجوما عسكريا على بيلاروسيا. أعتقد أن الأمور تسير بشكل دائم وبشكل سريع من أجل الوصول في نهاية المطاف إلى وحدة هاتان الدولتان. تواصل في إطار التحقق من جاهزيات قوات الرد السريع لدولة الاتحاد نقل المعدات والأسلحة وإعادة نشر القوات في بيلاروسيا. وفي إطار هذه العملية تم نقل كتيبة منظومات دفاع جوي مدفعية صاروخية من طراز بانسر إس بالقطارات من الدائرة العسكرية الشرقية في روسيا إلى محطة التفريغ في بيلاروسيا. ووفقا للفيديو الذي نشرته وزارة الدفاع الروسية، تضم كتيبة بانسر إس التي وصلت إلى بيلاروسيا 12 مركبة قتالية يمكن لكل منها حمل 12 صاروخا مضادا للطائرات في حاويات النقل والإطلاق.
لا شك أن الوضع في أوكرانيا على حدود بيلاروسيا وروسيا الاتحادية متوتر جدا، حيث أن هناك قوات أوكرانية تتجمع أيضا على حدود روسيا من جهة طبعا دونباس، وهذا احتمال أن يكون هناك هجوم على دونباس من قبل القوات الأوكرانية. هذا ما لا ترضاه روسيا، وتحدث قائد الأركان الروسية بأنه سوف يحبط أي هجوم على دونباس. بعد التفريغ ستتجه الكتيبة بمعداتها وأفرادها إلى المناطق المحددة لانتشارها ضمن نظام الدفاع الجوي الإقليمي الموحد لبيلاروسيا وروسيا. قبل ذلك بيومين تم إنجاز انتشار مقاتلات سو 35 متعددة المهام في بيلاروسيا التي ستشارك في اختبار قوات الردع السريع في دولة الاتحاد. المقاتلات قطعت حوالي 8000 كيلومتر من قاعدتها في إقليم خبروفسك مع تنفيذ الهبوط مرتين في مطارات حربية بوسط روسيا. بكل الاتفاقات بين روسيا وبيلاروسيا طبعا لروسيا الحق أن يعني للقوات العسكرية الروسية دخول إلى بيلاروسيا، وطبعا يعملون المناورات المشتركة بين الجيش الروسي وبيلاروسي. اختبار قوات الرد السريع لدولة الاتحاد سيجري على مرحلتين: إعادة انتشار الطيران الحربي على أراضي بيلاروسيا في أقصر وقت ممكن مع تنظيم وحماية الدفاع عن المرافق الحكومية والعسكرية الهامة وحماية حدود الدولة الجوية، وكذلك اختبار استعداد وقدرة قوات الدفاع الجوي المناوبة. وخلال المرحلة الثانية من الاختبار سيتم تنفيذ مناورة مشتركة بعنوان حزم الاتحاد 2022 تتضمن التصدي لعدوان خارجي وكذلك مكافحة الإرهاب وحماية الدولة الاتحادية. لا يمكن العبث مع الدب الروسي، لعلها أهم خلاصة يريد الروسي إيصالها لواشنطن وأوروبا والناتو وربما العالم بأجمع. لا تدوسوا على طرفنا لأنها فقط عندها لم يبقى لكم قدما تستخدموها. محمد الأصيل لقناة سما الفضائية موسكو. وإلى أخبار اقتصاد مع تيماء. تفضلي تيماء. مساء الخير نزار. مساء الخير مشاهدينا. مجموعة من الأخبار الاقتصادية والبداية مع العناوين: بدء تقديم الطلبات إلى مسابقة التوظيف المركزية في المحافظات جميعها. بسبب التوترات بين أوكرانيا وروسيا تراجع في قيمة عملة هيريفينيا وتوقعات سلبية للاقتصاد الأوكراني على المدى الطويل. أهلا بكم. بدأ اليوم تقديم الطلبات إلى مسابقة التوظيف المركزية في المحافظات كافة التي أعلنت عنها وزارة التنمية الإدارية خلال الشهر الجاري للفئتين الأولى والثانية، واختبار للفئات الثالثة والرابعة والخامسة في الجهات العامة للتعيين الدائم أو التعاقد المؤقت السنوي. ويتم تقديم الطلبات في ديوان المحافظة التي يرغب المتسابق التعيين فيها، فيما تشهد المحافظات ازدحاما شديدا وتم تخصيص قاعات كبيرة للتخفيف من الضغط، ويمكن للمواطنين التقدم على مدى 5 أسابيع تقريبا مما يخفف الازدحام ووقت الانتظار. أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أنه يمكن للمواطنين الراغبين بالحصول على قروض بأسعار فائدة مخفضة لمساعدتهم على البدء بتأسيس مشروعات جديدة أو توسيع المشاريع القائمة أو تأهيلها والاستفادة من المواد والقطاعات التي درستها الوزارة. حددت وزارة الاقتصاد المشاريع التي سنعرض بعضا منها.
بلغ عدد البطاقات الأسرية التي سيتم استبعادها من الدعم في المرحلة الأولى 596,628 بطاقة أسرية، أي ما يعادل 15% من البطاقات الأسرية. وحسب ما ذكرته معاون وزير الاتصالات والتقنية المهندسة فادية سليمان، فإن اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء درست بدقة كبيرة موضوع استبعاد فئات من الدعم، مشيرة إلى أن كل مدخلات الإنتاج ومصادر الدخل لن تكون مستبعدة من الدعم. كذلك بيّنت سليمان أن الآلية الجديدة للاستبعاد من الدعم لن تشمل وسائل الإنتاج ومنظومة النقل العام، وهذا يعني أنها لن تتسبب برفع الأسعار، لافتة إلى أن الكتلة المالية التي ستتوفر من الخطوة ستوجه إلى مجالات دعم أخرى يتم تحديدها لاحقا. بدوره مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تمام العقدة، أكد أن التوجه الحالي في إعادة هيكلة الدعم المقدم من قبل الدولة يعتبر ضرورة ملحة لناحيتين: الأولى تتعلق بارتفاع أسعار عالمي يومي غير مسبوق للمواد الأساسية، وهذا ما يزيد العبء والصعوبة في تأمين المواد الأساسية، ومن ناحية ثانية لتوجيهه نحو مستحقيه من خلال استبعاد الشرائح الأكثر ملاءة مالية ليكون متاحا للشرائح التي تحتاجه بشكل فعلي. رفضت مديرية الزراعة في ريف دمشق من خلال مركز الحجر الصحي النباتي في جديدة يابوس إرسالية بذار زراعية قادمة من هولندا لمخالفتها اللوائح والتعليمات ذات الصلة. مدير الزراعة في محافظة ريف دمشق المهندس عرفان زيادة أوضح أن الإرسالية التي تشمل 1,350,000 بذرة من البندورة والخيار تبين بعد إخضاعها للتحليل أن المعلومات الموجودة على ظرف البذار غير متوافقة مع الصنف المستورد. وأشار زيادة إلى أن تاريخ بوليصة الشحن وشهادة المنشأ جاء قبل موافقة وزارة الزراعة عليها، مؤكدا منع دخولها إلى سوريا والطلب من مديرية الجمارك إعادة تصديرها. وفي أخبارنا العالمية، تراجعت قيمة العملة الأوكرانية هيريفينيا بنسبة تقارب 12% أمام الدولار منذ بداية العام الجاري بسبب التوترات والتصعيد الحاصل بين أوكرانيا وروسيا، في حين قفزت نسب التضخم في المتوسط بواقع 10.2%. وفيما تتوقع وكالات أن يحجم المستثمرون عن دخول الأسواق الأوكرانية تبعا للمؤشرات السلبية للاقتصاد، فإن كييف قد تضطر لطرق أبواب المانحين وصندوق النقد مجددا. كما قد يؤدي هذا الوضع على المدى الطويل إلى تراجع قدرة الحكومة على دخول سوق الاقتراض بحسب ما ذكرته وكالات. وفي ختام الأخبار الاقتصادية، قالت صحيفة ألمانية إنه سيكون من الصعب على ألمانيا إيجاد بديلا للنفط والفحم والغاز الروسي في حال توقفت الإمدادات بسبب تصاعد الموقف بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا. ووفقا للصحيفة، في عام 2020 بلغ اعتماد ألمانيا في مجال الطاقة على روسيا نسبة 64%، أما الغاز الطبيعي فبلغت 50%. وفي سياق آخر، أبدت أذربيجان استعدادها لتزويد أوروبا ببعض إمدادات الغاز الطارئة في حال تعطل الشحنات، وقالت إيلين سليمانوف سفيرة أذربيجان لدى المملكة المتحدة إن أي زيادة كبيرة في أحجام الشحنات تتطلب من أوروبا التوقيع على عقود طويلة الأجل للغاز. أخبارنا الاقتصادية انتهت، شكرا لحسن المتابعة وعودة إلى السياسة مع نزار. شكرا، شكرا دائما. أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون موقفه من المفاوضات النووية، مؤكدا أن السبب في هذه الأزمة رعونة الولايات المتحدة. يأتي هذا فيما تواصل وفود المفاوضات مشاوراتها مع عواصمها قبل العودة إلى فيينا لاستكمال المحادثات الشاقة التي يرجح اقترابها من التوصل للاتفاق النهائي. خلف أبواب مغلقة في فندق كبير وضمن قاعة مهيبة للاحتفالات، استضافت العاصمة النمساوية فيينا مباحثات وصفت بالأهم في تاريخ المنطقة، وصل عددها إلى رقم 8 في ديسمبر الماضي،
فهل تتوقف جلسات التفاوض عند هذا الرقم أم أن العداد إلى ازدياد؟ المفاوضات التي تم تعليقها بدءا من السبت ولعدة أيام تمضي قدما على الرغم من وجود تعقيد في بعض القضايا، هكذا أقرت الغالبية العظمى من الوفود المشاركة في المباحثات. ومع دخول المفاوضات النووية مراحلها الأخيرة جددت طهران تمسكها بشروطها، فيما عاد مبعوث واشنطن إلى عاصمة بلاده من أجل أخذ الرد السياسي الحاسم والعودة به بعد أيام إلى طاولة فيينا. المباحثات دخلت مرحلتها النهائية، هكذا وصفها المطلعون على كواليس ما جرى في العاصمة النمساوية، وهم من المسؤولين الأمريكيين. ومثل المبعوث الأمريكي عاد المفاوضون إلى عواصمهم لتلقي التوجيهات السياسية بشأن الخطوات التي يجب اتخاذها في الأيام المقبلة. طهران الثابتة في مواقفها جددت التمسك بمسألة رفع العقوبات وتوفير الضمانات، كلام أكده في وقت سابق الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وطالب بأن يبذل الطرف المقابل جهودا للتوصل للاتفاق، قائلا إن بلاده عازمة على التوصل لاتفاق مستدام. ماكرون أكد بدوره حق إيران في عدم الثقة بالولايات المتحدة التي أدت رعونة رئيسها السابق إلى الانسحاب من الاتفاق النووي المنجز عام 2015 وخلق أزمة مستمرة إلى الآن، وقال خلال الاتصال إن الحل الدبلوماسي يبقى ممكنا وواجبا، وشدد على أن أي اتفاق سيتطلب التزامات واضحة وكافية من جميع الأطراف. وبين أخذ ورد، الدبلوماسية الغربية تشعر بالحرج من ضيق الوقت الذي قد ينفذ أمام إعادة إحياء الاتفاق، وتقول إن منتصف الشهر القادم شباط فبراير قد يكون الموعد النهائي لمحاولة إحياء الاتفاق الذي قيد البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات عن طهران. الضمانات والعقوبات إذن من أبرز العقبات التي حالت حتى الساعة من التوصل لتوافق بين المجتمعين في العاصمة النمساوية، والعالم يترقب مفاوضات فيينا عند مفترق حاسم، والأيام القليلة تكشف مصير الاتفاق. هل سيكون النجاح حليفه أم الفشل؟ يمكن أن تعكس مشكلة الأظافر حالات صحية بسيطة أو ربما أكثر خطورة، وقد يكون من المفيد معرفة الأسباب الكامنة وراءها من أجل علاجها. في الغالب توجه أصابع الاتهام إلى نقص الفيتامينات عند مواجهة أي مشكلة في الأظافر، والتي يمكن حلها بسهولة عن طريق المكملات الغذائية. ويكشف الأطباء عن العلامات الخمس في الأظافر التي تشير إلى نقص الفيتامينات. ربما سمع أحدنا أن البقع البيضاء على أظافره تعني أنه لا يحصل على ما يكفي من الكالسيوم في نظامه الغذائي، لكن هذا خطأ، وترجع البقع المعروفة باسم بقع الحليب في الواقع إلى نقص الزنك أو الحديد، ولكنها قد تكون أيضاً ناتجة عن ضربة أو ارتطام بشيء ما. ويمكن بسهولة تقوية الأظافر ومنع ظهور البقع البيضاء عن طريق نقص الفيتامينات بالمكملات الغذائية واستخدام زيت بذور العنب أو كريم فيتامين إي لليدين. إذا لاحظ المرء أن أظافره تتشقق وتتكسر، فقد يكون لديه نقص في الحديد، وهو أكثر أسباب تشقق الأظافر شيوعاً. ومع ذلك ربما يعاني من نقص في أي من فيتامينات ب أو يفتقر إلى البروتين في نظامه الغذائي. يمكن أن تكون الأظافر الهشة ناتجة عن رطوبة قليلة جداً، أو غسل اليدين كثيراً بالصابون، أو تعرض المفرط للمنظفات ومنتجات الأظافر القاسية. وإذا كانت الأظافر هشة فقد تكون مجزأة عند الحواف ومتفتتة ولها مسحة صفراء، وإذا كانت الأظافر فقط هي التي تأثرت فمن المحتمل أن تكون مشكلة خارجية، ويمكن أن يكون أيضاً بسبب فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، كما يمكن أن يؤثر ذلك على أظافر القدم أيضاً. تذكر بالعناوين. عودة لمن ضلل أو غرر به إلى حضن الوطن. مع الوجهاء وشيوخ العشائر بحلب اجتماع تنسيقي لإطلاق عملية التسوية غدا في ناحية مسكنه. القوات المسلحة اليمنية تستهدف تجمعا لمرتزقة العدوان وداعش في شبوة.
وفي الأزمة الأوكرانية مواقف أعضاء الناتو الأوروبيين متباينة ومحاولة الحفاظ على الدبلوماسية. إلى اللقاء.